بالنسبة للسوريين المقيمين على الأراضي التركية بشكل شرعي تحت الحماية المؤقتة أو إقامة سياحية أو مجنسين، فيتم تلقيحهم مع الإخوة المواطنين الأتراك بدون أي تمييز. أوجه نداء للإخوة السوريين المقيمين على الأراضي التركية، إذا تريد التخلص من منع التجوال مساء كل يوم وفي يومي نهاية الأسبوع، فبادر إلى تلقيح نفسك بلقاح الكورونا.